السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان ديالي العزاز، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ كي داير الأحوال ديالكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال بإذن الله. جيتكم عاوتاني فيديو آخر على الطريق، طريق الرابطة بين مدينة أزرو ومدينة عين اللوح، وهما بجوج تنتميو لإقليم إفران. مناظر رائعة وجميلة، والمناخ غزال وزوين. اللي باغي يخيم مرحبا وألف مرحبا. أنا من هنا نبصم ليكم بأنها منطقة رائعة وزوينة بزاف. الناس ديال المكان تما لطفاء، يعني ناس متواضعين، ترحبوا بالبراني، ناس أمازيغ عاديين، الطباع ديالهم الكرم، يعني الطريق كاملين. وحنا غاديين في الشجر ديال الفواكه، تتعرفوا الجبال تيتنامى فيه الأشجار بزاف، وتمايا كيلمى موجود مع الثلوج والمناخ ديالها، يعني تيتأقلم فيها الأشجار وخصوصا الفواكه. هذا الشجر ديال التفاح، وكاين لي سوغيز الكرز حبل الملوك يعني، وكاينين بزاف ديال الأنواع ديال الأشجار تمايا. يعني المنطقة زوينة بزاف بزاف، وتتلاحظوا بأن الجبال هنايا معرضة التفتت يعني بسبب الثلوج، ضروري ما يكون هناك أحجار صغيرة. واخوتي كالعادة ترحب بالناس اللي دخلوا عندي في الفيديو السابق، تنقول لكم مرحبا وألف مرحبا. كملوا المشاهدة للآخر وحطوا لي البصمة، وطبعا التعليق ما يكونش في كلام محظور، راه الفهم يفهم، غيب من المغزى ديال الكلام، ما تأدينيش وما نأديكش. المهم الصدق، ما تقولوش كلمة الصدق أبدا، خليو الكلام عادي عادي، ديروا رضا ولا أي حاجة تتعبر على أنكم اشتركتوا. اللي عنده قناة واللي ما عندوش تنقول لي الله يكتر لك الخير، أنك درتي واحد اشتراك لواحد الإنسانة باغا تجتهد وتحط شي حاجة مشرفة على بلادها. تنتسارى بكم من بلاصة لبلاصة، وضروري ما نصور لكم ونخليكم تمتعوا معايا باللقطات والمناظر الجميلة. موعدة نفسي بأنني ما نبخلش عليكم بتا شي حاجة، انتوما عزاز وغاليين، وضروري ما نقدم لكم أي حاجة زوينة. وهذه المنطقة هذه أو المناطق هي من المغرب العميق، تلاحظ بأن لا التلفزيون ولا الراديو تيهضر عليهم بزاف، يعني مهمشين، رغم أنها فيها واحد الثروات، ثروات غنية جدا جدا، من المناطق الجميلة في المغرب. هما هادو ديال الأطلس زوينين بزاف، وفيهم واحد الثروات كما قلت لكم، الأشجار ديالها والحيوانات والمياه، لأنها عذبة جدا. ومن هنا تتنطلق جميع الوديان اللي كاينين في المغرب. البلاد ديالنا زوينة، خص المسؤولين يتجهوا لهذه المنطقة ويزيدوا يطوروها. ومن هنايا تتبان عين اللوح، قربنا ليها مبقاش بزاف. وهاد الطريق هادي تدي لزاوية إفران اللي قلت لكم تتبعد ب50 كيلومتر على إفران، وحتى هي سمعت عليها بأنها غزالة وزوينة. هنا كاين العلامة فيها عين اللوح،
وعند الدخله كاينه واحد تمثال كبير او مجسم فيه لي سوغيز حبل الملوك، والناس تيتصوروا حداه، الناس اللي دايزين تياخدوا تصاور تذكارية. هانتوما كما تتشوفوا راه الناس حاطين السيارة هنا وتيتصوروا من هاد الجهة، وهادي الطلعة اللي غتدي المدينة ديال عين اللوح، ولكن احنا ما غندخلوش ليها، بقات لتحت للأسف. دابا احنا غير طالعين في الجبل، وكاينين بزاف ديال الفيراجات، وهاد الطريق هادي بالمحادثة ديالها كاين واحد القناة ديال الماء جاية من الفوق، يعني من الجبل. المنظر زوين في الحقيقة، كنت نتمنى نوقف ونصور لكم. مدينة عين اللوح ترحب بكم، مدينة زوينة تتبان. بالنسبة لاسم عين اللوح تسمات لأن كانوا زمان الناس اللي ساكنين تمايا باني السكن ديالهم غير باللوح، يعني بالخشب، وهي السكان ديالها ما تيوصلش للستلاف نسمة، ناس قلالين، وهي شبه حضرية، يعني ماشي قرية وماشي مدينة، كوم ان فيلاج، يعني يعني بلدة نصف حضرية. وهانتوما الطريق غادين وحنا صاعدين، هي الطريق مصايبينها زوينة، بين عاد جديدة مصايبة، حيت ضروري ما يعتنيو بها. هاد المنطقة كلها تتكون فيها الثلوج، وتتعرفوا الماء شنو تيدير للصخور وشنو تيدير للطريق، ضروري ما تكون صيانة كل سنة. خوتي العزاز، الا كنتو غتجيو لهاد المنطقة خصكم تردوا بالكم مع الفيراجات، راه كاينين بزاف وانتوما طالعين، يعني بزاف ديال الفيراجات. تتعرفوا الجبال ديال الأطلس فيها أعلى قمة، ومن هاد المكان تتبان عين اللوح لتحت. أنا غنصنفها كمدينة لأنها كبيرة ماشي صغيرة. هنا عطيت الأخت ديالي تتصور الأمام، وانا تنشاهد في الجنب، كاين واد من التحت واشجار كثيفة. حتى المنازل ديالهم مبنيين بهذاك الحجر الكبير اللي كاين دابا تيبان لكم في الصور، حتى هذاك تيحافظ على البرودة في فصل الصيف والسخونة في فصل الشتاء. كاينة غابة، هذه غابة ديال الصيادين، تيكونوا تمايا الناس اللي تيصيدوا القناصة. احنا طالعين دابا في الجبال، حتى انه كاين منازل تمايا متفرقة لصحاب الصيد او القنص تمايا، الوقيتة ديال الصيد تيجيو ليها. هاد المنظر هذا بحاله تماما كاين في بورصة ديال تركيا، كنت زرتها واحد السنة، نفسهم تماما،
حتى هاد المنازل هادو ديال القناصة كاينين تيشبهوا ليهم، غير حنايا عندنا هنا في المغرب محيدين ليهم البيبان والشراجم، وما كاينش منزل دزنا عليه وفيه الشرجم والباب مقلعينهم. والبورصة في تركيا هي منطقة سياحية جبلية تتنتقلي ليها بالتليفيريك، جميلة جدا جدا ومعتنيين بها إلى أقصى درجة. إيوا أخوتي، هذه هي الغابة اللي كاينة من بعد عين اللوح، كبيرة بزاف. إيوا أخوتي، شكون فيكم وصل لهاد المنطقة، أعلى قمة في الأطلس المتوسط؟ شكون اللي فيكم تيبغي المغامرات؟ وهنا هاد الأرض هادي كما تلاحظوا مختلفة بزاف بزاف، فيها هاد الصخور الصغيرة باينة تعرضات العوامل التعرية وانجرفت ليها التربة ديالها، حتى هاد البلاصة كلها تتكون فيها الثلوج ضروري ما تكون هناك انجرافات. وكان لي تخاص ديال الوديان، ولكن هنا دابا ناشفين كما لاحظت، كاينين بزاف ديال الخيام او المنازل الخشبية ديال الرعاة الرحل اللي تنتقلوا من منطقة الى منطقة، يبحثوا على الكلاء الاغنام ديالهم والماعز. حقيقة المنظر زوين بزاف، يعني اللي تيبغي المغامرات وهاد المناطق، حيت كاينين ناس اخرين ما تيعجبهمش السفر وما تيعجبهمش ينتقلوا من بلاصة لبلاصة، حتى الهواء تمايا نقي بزاف، فيه الاكسجين اكثر من اللازم، الواحد يمشي تما غير ينقي الصدر ديالو من التلوث اللي كاين في المدينة. هذه غابة أخرى، احنا قربنا لبحيرات ويوان، غابة فيها هاد الأشجار ما طويلاش بزاف، ولاحظتوا بأن علامة ديال الغزال كاينة في الطريق، وكاين حتى الحلوف والحيوانات أخرى. وحنا غادين شوية، ولد خويا غوت قرد قرد قرد، تما عرفنا بأن ديك البلاصة كلها فيها قردة. وإن شاء الله الفيديو القادم غنصور لكم على هذاك المكان، كأنها جزيرة قردة، منظر رائع وجميل. انتظروا الفيديو القادم بإذن الله، وشجعوا الأخت ديالكم باللايكات وبالاشتراكات الجادة، وأنا معكم في مغامرة أخرى غيكون أحسن. إلى اللقاء إخواني، وبون شانس لنا جميعا.